مرحبا. إذن يعني سؤالكم انه على حساب مراج اليوم، مراج اليوم كان يعني مقتصر بالاساس على نقاش الامور الاجرائيه، الامور التشكيليه، باقي ما دخلناش الموضوع، باقي ما ناقشناش يعني صحه الوقائع من عدمها. اليوم حنا في واحد المرحله اللي كيسميها القانون مرحله الدفع الشكليه، واللي كتهم المرحله السابقه على الموضوع، واللي كنشوف فيها واش الملف مني بدا حتى فاش وصل عند المحكمه حصرمت فيه الاجراءات الشكليه ام لا تحترم. ذلك اليوم كان نقاشنا وصل على هذه المرحله بالاساس، واللي ان شاء الله من بعدها غادي نسمعوا قرار المحكمه وغادي ندخلوا الموضوع يعني ونناقشوا كل ما يتعلق به. شكرا لكم. ما دار اليوم في الجلسه؟ نعم، ما دار اليوم في الجلسه؟ ما دار اليوم في الجلسه هو ما قلت لكم، هو انه اليوم كان نقاش حول يعني اثيرت فيه الخروقات اللي كانت تعلقت من نظر وجهه نظر الدفاع بمرحله البحث التحليلي، الخروقات اللي من وجهه نظر الدفاع همت المرحله ديال التحليل، والخروقات كذلك من وجهه نظر الدفاع التي همت مرحله التحقيق الاعدادي وامام الغرفه الجمعيه. هذه كلها خروقات يعني تعاقبت الدفاع ليس عبد ربي وحده، ولكن تعاقبت الدفاع الذي تكلم اليوم عن كل ذلك، ولا زالت يعني لا زال في جعبه الدفاع كما قلت لكم سابقا الشيء الكثير لاستمرار في الوقت. شكرا لكم. الديباجه انا يعني اعطيت رايي فيها وقلت بانه يعني نقاشها يعني يعني العمل على ابطالها في شقين، في الشق القانوني لانه القانون حدد عمل الضبط، وفي شق اخر غير قانوني حتى لا اقول شق سياسي، لانه ما ضمن بها من معطيات واعتبرت انها حقائق. اعتقد انه من وجهه نظرنا احنا كدفاع يعني تمس جهات اخرى ولم يكن يتعين يعني تصديق السي بن ابراهيم في كل ما قال، لانه الكلام الذي قال كلام خطير، مس مؤسسات، مس جهات عليا، مس يعني هذا الوطن، ونحن لا نسمح لاي كان ان يمس هذا الوطن او يمس المؤسسات الصاهره على حمايه هذا البلد. شكرا لكم. الاسبوع المقبل ان شاء الله. تتكلم على كل ما راه داخل القاعه بخصوص جلسه اليوم. والله بغيت نتكلم لك على ما راهش بالقاعه خاصني ما عتاش. لا باختصار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاود كنشكروا لوسائل الاعلام المهتمه بهذا الملف هذا. اليوم كانت جلسة ديال استرسال ومواصلة الدفوع الشكلية اللي كانت بدات في الأسبوع الفارط. اليوم عبد الربيه دفاع السي سعيد الناصري أستاذ بشعيب القوب كانت تناولت الكلمة وأكدت المرافعة ديالي اللي كانت في الجلسة السابقة، وأضفت بعض الدفوع الشكلية وأطرت ذلك في مذكرتين وضعناها بين يدي المحكمة، وتقرر تأخير الملف الجلسة الجلسة الجمعة المقبل لاستكمال المرافعات. ماشي سؤال. نعم، فمن بين الدفوع المثارة يتعلق الأمر بالديباجة. هذه الديباجة الشكل التي جاءت عليه مخالفة القانون المسطره الجنائيه، والمحكمه المقاره هنا سبقت شي غرفه ان يخدات في شانها قرار استبعاد ديالها للعلات نفسها التي تشوب هذا النزيله كذلك. هذا الصحيه ديال سعيد الناصري، السي سعيد الناصري كان حاضر في المحاكمه ديالو، الحاله الصحيه ديالو مزيانه. نعم مبتسم اليوم الحمد لله، يعني تي امام مدام تيشوف راسو امام محاكمه عادله وتعطات الدفاع ديالو كامل الوقت وكامل الحريه في ابداء دفوعه، فذلك سينعكس بالايجاب على وضعه سواء الصحي او النفسي. نعم استاذ، بما انكم كمحامون ما رايكم في هذا الملف؟ الراي